أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث مع أفضل دور في سنة 2011 اللي شاهدنا عدة أدوار منها وكانت كلها تكتيكية، ولكن هذا الدور اتسم معظمه بالاستراتيجية، وأثبت أرونيان أيقونة الشطرنج في أرمينيا أنه أستاذ بل ورئيس قسم في فهم الاستراتيجية الصحيحة عندما التقى مع الروسي العنيد زفيدلر في بطولة ذكرى تال التي ضمت 10 أبطال من أقوى لاعبي الشطرنج في ذلك الوقت. وفي مثل هذه البطولات يكون الفوز في أحد الأدوار بمثابة خطوة عملاقة للقمة، وانتهت البطولة بتقاسم بطلنا أرونيان المركز الأول مع كارلسون. وهذا الدور ذكرني بلعبة البرادفير أو اليد الحديدية، حيث يضغط كلا من اللاعبين على يد الآخر حتى ينهار أحدهم. هيا نرى الدور ونتذكر هذا الموقف الفيصل في الدور، إنه يمثل الشطرنج الحقيقي. أرونيان بالأبيض وبدأ G4 ورد زفيدلر نايت F6 C4 G6 دفاع هندي الملك نايت C3 D5. بكده دخلنا في دفاع جرونفيلد المفضل لزفيدلر، بيشوب F4 بيشوب G7 E3 C5. نقلة شرسة بيهاجم الوسط، والأبيض أخذ وهنا لعب كوين A5 بيربط الحصان على الملك وطالب بيدق السيف، وأيضا بيهدد بنايت E4 وبيضغط على الحصان المربوط، وأيضا بيفتح الوتر للفيل إلى الحصان. وعادة الأبيض بيكمل بكوين B3، لكن أرونيان اختار النقلة الرئيسية روك C1 وبيحمي الحصان DC4 بيشوب C4، والاسود لو اخد بيدق السيف هنصبح في موقف متساوي، ولكن كمل كسل نايت F3 طالب التبييت وانهاء ربط الحصان. وهنا الوزير اخد البيدق طالب الفيل والفيل تراجع، ودلوقتي الرخ اصبحت على نفس العمود مع الوزير. لكن بعد نايت C6 الابيض لا يستطيع رفع الحصان وطلب الوزير لانه هيتحرك بكش، ولذلك كسل. ودلوقتي الابيض بيهدد برفع الحصان، ولذلك الوزير ابتعد للA5، ودلوقتي بيهدد ببيشوب G4 ويربط الحصان على الوزير، والربط ده ربط مؤلم لان الملك مبيت، ولذلك H3 بيمنع المربع وبيفتح مربع هروب للفيل لو الاسود لعب نايت H5 طالب الفيل. بيشوب F5 بيصوب على المربع D3 وطالب الروك G8، والفيل يحتل المربع الخطير، ولذلك كوين E2 بيهدد بE4 وطرد الفيل نايت E4 بيمنع البيدق من التقدم، وفي نفس الوقت بيكثف الضغط على الحصان وحيحدث تكسير. وبالفعل الابيض كمل نايت E4 بيشوب E4، والكمبيوتر ما زال بيعطي تساوي للطرفين. روك G1 بيحتل العمود دي، وزفيدلر لعب كوين H5 طالب ياخد الحصان، وبعد الاخذ بالوزير هيتم التكسير وهيكل بيادق الابيض هيتدمر. بيشوب C2 طالب الفيل، والاسود لو كمل ببيشوب F3 هياخد بالوزير، وبعد الاخذ هياخد بالبيدق، وبيدق B2 مطلوب. لكن لو الاسود اخده هيلعب روك B1 طالب الفيل ووراه بيدق B7، ورغم ان الابيض له بيدق مزدوج ضعيف الا انه بيحتفظ بميزة زوج الافيال، والابيض افضل قليلا، ولذلك الاسود لم يقم بالتكسير انما اخذ الفيل كوين C2
الابيض بيهدد بكوين بي 3 والضغط على بيده البي 7 اللي حامل حصان المطلوب بالرخ، ولذلك كوين بي 5 بيمنع كوين بي 3 وبيهدد مع الفيل بيده البي 2. وهنا الابيض له اكتر من نقله، اما الاي 4 او الروك دي 7، ولكن ارونيان لعب نقله جديده اي 4 طالب الوزير. والوزير لو اخذ البيدق هيتم التكسير، وبعد الاخذ بالفيل هيلعب روك بي 1 وبيدق البي 7 هيسقط في المقابل، ولذلك الوزير ذهب للبي 4. وهنا ارونيان لعب نقله استراتيجيه هامه نايت اي 1، مازال بيترك البيدق لكن الحصان هيقوم بمناوره هامه بالوصول للدي 3 طالب الوزير، ثم يذهب للسي 5 ويحتل مربع هام، والاسود كمل اي 5 طالب الفيل وبيقفل الوتر، لكن في نفس الوقت بيقفل الوتر على فيله الى المربع بي 2، وايضا بيضعف المربع دي 5. والفيل تراجع روك دي 8 بيشارك العمود مع الابيض، لكن الحصان بدأ في منورته بنايت دي 3 طالب الوزير، والوزير تراجع، والكمبيوتر بيقيم هذا الموقف ان الابيض افضل قليلا، وارونيان كمل بشراسة كوين سي 5، لكن سفيدلر رد عليه بنقلة قوية روك دي 6 بيمنع التكسير، وفي نفس الوقت بيهدد بروك دي 8 ويزوج الرخين وطالب الحصان المحمي فقط بالرخ. وارونيان بيكمل بقوة بي 4 طالب يلعب البي 5 ويطرد الحصان الحامي الوحيد للوزير، وزفيدلر كمل في خطته بروك دي 8 طالب الحصان، والابيض ايضا لعب بي 5 طالب بدوره الحصان. وهنا في تفريع جميل، لو الاسود اخذ الحصان بيبدا الوقوع في فخ، لان الابيض هيلعب في هدوء روك دي 3، وبعد الاخذ الحصان مطلوب ولا يستطيع التحرك، ولذلك الابيض هيلعب في براءه بي سي 6، ودلوقتي طالب الوزير، لكن هنا الاسود ممكن يتخيل انه هيفوز بالوزير بروك دي 1 تشيك، على اساس ان الابيض لا يستطيع اخذ الرخ والا هيترك الوزير، لكن بكده بيقع في فخ محكم، لان الابيض هياخد بالفعل الرخ وهيترك الوزير، وبعد الاخذ هيكمل روك دي 8 تشيك، ولابد من العوده للتغطيه بالفيل، وهنا هيلعب ببساطه سي بي 7، والنقله القادمه هيرقي ويفوز، ولا يمكن للاسود منعه. على اي حال سفيدلر ما اخدش الرخ، انما لعب نقله قويه روك دي 5 طالب الوزير، وهنا الكمبيوتر بيعطي الافضليه للاسود. على اي حال الوزير تراجع للسي 2 ومازال طالب الحصان، والاسود كمل بشراسه اي 4 نايت اف 4 بينجو بحصانه، وايضا مازال طالب الحصان، ولذلك سفيدلر مجبر على التكسير بروك دي 1 تشيك، روك دي 1، روك دي 1 تشيك، كوين دي 1، واخيرا حرك الحصان للبي 4. وهنا ارونيان لعب النقله كوين سي 1. بالنقله دي بدا الابيض يبقى افضل، لان توغل الوزير الى الصف الثامن بتشيك هيجعل بيادئ الاسود اكثر عرضة للاخذ، ولذلك سفيدلر كمل بيشوب اف 6 وبيفتح المربع جي 7 للملك، لكن النقلة دي هتسبب متاعب كثيرة للاسود، وهنعرف الاجابة بعد قليل. على اي حال بعد كوين سي 8 تشيك الملك ذهب في امان للجي 7، والابيض بدا ينفذ خطته وهي طلب بيادق الاسود بكوين بي 8 طالب بيدق الاي 7، والبيدق لابد ان يتقدم. وهنا ارونيان لعب في رايي نقله الدور بي 6.
وهوضح كل شيء في النقلة القادمة، لأن بعد نايت سي 6 طالب الوزير كوين سي 8 اتش 5 الأبيض لعب نايت اي 2. بدأ الأبيض يستثمر تفوقه ودلوقتي بيهدد ببيشوب سي 7 ويحجب حماية الوزير للبيضة وياخده، ولذلك الأسود مجبر على التراجع بنايت دي 8. لكن أرونيان زاد في تفوقه ببيشوب سي 7، طالب ياخد الحصان، وبعد الأخذ بالوزير هيسقط بيضة البي 7 وبسقوطه هيصبح بيضة البي 6 سالك، وهيكون العامل الحاسم في الدور، ولابد للأسود من التصرف سريعا. وبالفعل لعب كوين اي 6 طالب التكسير، وبالطبع الأبيض رفض التكسير وبيكمل كوين بي 8. وهنا الأسود لو عاوز يمنع دوره من انهيار عنده نقلة وحيدة كوين اي 2 وبيبدأ يقوم بهجوم مضاد. ولو الأبيض أخد الحصان مش هياخد الحصان فورا، إنما هيلعب أولا كوين اي 1 تشيك، وهنا كينج اتش 2 هتكون نقلة كارثية، لأن بيشوب اي 5 تشيك بشوكة للملك والوزير والأسود هيفوز، ولذلك النقلة الوحيدة هو التغطية بالحصان، والأسود بياخد الحصان بتشيك، وبعد كينج اتش 2 هياخد الفيل، وبعد الأخذ هيلعب كوين بي 2 طالب بيضة الاف 2، وأفضل نقلة للأبيض هي كوين سي 7 طالب ياخد البي 7 ويفوز. لكن هنا الأسود عنده النقلة المنقذة اتش 4 بيحاصر الملك وهياخد بيضة الاف 2 وهيصل للتعادل بسهولة. ولكن سفيدلر فشل في الوصول لهذه النقلة ولعب بدلا منها كوين دي 7، وبعد هذه النقلة الأسود هيعاني من صعوبات كثيرة، لأن أرونيان لعب برشاقة بيشوب اي 5. ودلوقتي لو الأسود كمل بكوين دي 1 تشيك، الأبيض هيلعب في هدوء كينج اتش 2، وبعد أخذ الحصان الأبيض هياخد الفيل بتشيك، وبعد الأخذ هياخد الحصان أيضا بتشيك، وبيدا البي 7 هيسقط إن آجلا أو عاجلا والأبيض هيفوز. ولذلك ما لعبش كوين دي 1 تشيك، لكن لعب نايت اي 6، وأرونيان كمل في ضغطه بنايت سي 3 طالب بيدا الاي 5، والأسود مضطر يحميه بكوين سي 6 طالب بيدا البي 6، والأبيض لعب ببساطة اي 5 وبيحمي البيدا. وهنا هنتوقف قليلا، هنقول ليه النقلة بيشوب اف 6 كانت نقلة سيئة، لأن حاليا البيدا المتقدم للأبيض من السهل حمايته ببيدا، بينما البيضة المتقدم للأسود لا يستطيع حمايته ببيضة، لأن الفيل بيعوق حركته، قطع الأسود لا تستطيع التحرك بحرية، فالملك لا يستطيع التحرك وإلا هيترك الفيل، والوزير لو حاول التحرك مثلا للمربع سي 5 طالب البيضة وطالب الفيل هتكون نقلة كارثية، لأنه هيخسر فورا ببيشوب اف 6 تشيك، كينج اف 6 نايت اي 4 تشيك بشوكة ملكية والأبيض هيفوز. وأيضا لو ذهب للدي 7 هيترك حماية البيضة، والأبيض هيكمل بيشوب اف 6 تشيك، كينج اف 6 نايت اي 4 تشيك، ويفوز ببيضة الأسود المتقدم مجانا والأبيض هيفوز. إذا الوزير أيضا لا يستطيع التحرك، وإذا حرك البيضة مثلا للمربع جي 5 هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيكمل بيشوب اف 6 تشيك، كينج اف 6، وهنا هتيجي كوين اتش 8 تشيك، كش للملك، وفي نفس الوقت بيحمي الحصان وطالب بيضة الاتش 4، والملك لابد أن يذهب للجي 6 ليحمي البيضة، ووزير الأبيض هيذهب للإي 5 طالب البيضة الأسود المتقدم وحيفوز بيه وحيفوز بالدور.
إذن الأسود في حالة شبيهة بالزوجزفانج وكمل بالنقلة H4 وأرونيان بعد ما انتهى من الاستراتيجية بدأ فورا في التكتيك وكمل بيشوب F6 كينج F6 وهنا حان وقت الحصاد كوين H8 تشيك موقف محرج للأسود لو غطى بالحصان هياخد بيدا ال H4 بتشيك أيضا لو ذهب لل E7 هتبقى نقلة كارثية لأن الأبيض هياخد البيدا بتشيك وطالب بيدا ال E4 وبعد النقلة الوحيدة G5 طالب الوزير هياخد البيدا طالب التكسير وبيترك الحصان لكن هنا الأسود لا يستطيع أخذ الحصان لأنه هيخسر فورا بكوين بي 7 تشيك كينج اف 6 كوين اي 6 وبادئ الأبيض في جناح الوزير تحررت ويفوز بسهولة بينما إذا ذهب للجي 5 هيكمل بكوين اي 5 تشيك طالب البيدا والبيدا هيسقط ولذلك الملك ذهب للمربع اف 5 على أساس إن لو الأبيض أخذ البيدا هياخد الحصان ولعب نقلة لا تخطر على بال يا ترى ايه هي صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب ارونيان اخذ البيدة وترك الحصان والنقلة دي هي اللي جعلت هذا الدور يأخذ المرتبة الاولى بين كل ادوار 2011 وحنعرف ليه على اي حال الاسود اخذ الحصان وهنا الابيض بدأ عدة نقلات اجبارية بجي 4 تشيك كينج اي 5 على نفس وتر الوزير كوين اتش 8 تشيك الملك لا يستطيع ترك الوتر والا هيخسر الوزير والنقلة الوحيدة هي الاف 6 لكن عظمة ارونيان ان هياخد كل البيادق بتشيك بكوين بي 8 تشيك والملك ليس لديه غير مربع وحيد دي 5 والبيدق الثاني بتشيك والاسود تراجع بالوزير دلوقتي لو الابيض اخذ البيدق هتكون نقلة سيئة لان الاسود هيكمل بنايت جي 5 طالب البيدق وطالب نايت اف 6 تشيك وكوين سي 1 تشيك وربما الملك الابيض يقع في شبكة المات لان البيادق ما زالت بعيدة عن مربع الترقية لكن بالطبع ارونيان ما اخدش البيدق انما لعب النقلة كوين بي 8 وطالب البي 7 وكوين سي 8 ويرقي ويفوز ولابد انه شايف هذه النقلة منذ بداية التكوينة واخذ البيدة H4 والاسود حاول يوقف التقدم بنايت C5 لكن ارونيان اثبت مقدرته بكوين G8 تشيك وطالب بيدة G6 وبعد كوين E6 اخذ البيدة وظهر سلاح اخر لا يقل خطورة وهو بيدة ال H3 اللي هيتقدم بدون اي عوائق لمربع الترقية لان الحصان مشغول بمراقبة بيدة البي والوزير مشغول بحماية بيدة الاف 6 والابيض هيفوز في كل التفريعات ولذلك الاسود سلم وبالفعل هذا الدور يستحق جائزة افضل دور في 2011 لان المنافس إزفيلدر لم يرتكب اي خطأ كبير وايضا لان ارونيان امتزج لعبه بالاستراتيجية الصحيحة والتكتيك البارع هنيئا له واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك